السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان نفهم فكرة الماجيك كات خلينا بس نعمل سيلكت لأي عنصر من العناصر بتاعت الماجيك كات. يعني لما اعمل سيلكت مثلا عنصر دوت تبدأ تظهر لي القايمة ديت بيقول لي بروبرتيز الخصائص، فبيجيب لي قايمة خصائص مختلفة عن قايمة الخصائص الأساسية اللي موجودة مع الريفت، بيديني بعض التحكم الأكتر في العناصر وأقدر أشوف الحاجة بالأبعاد بتاعتها بشكل أشيك وأقدر أعمل زوم بالشكل دوت. طيب بعد كده ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل سيلكت واقول له اعمل سيلكت على بعض العناصر واقول له فلتر، فبيجيب لي فلتر بشكل افضل. تمام، فلتر اهوت بيبدا يقول لي كل الحاجات. التاني بيقول لي اير تيرمينال بس، لا هنا بيقول لي انت عايز في انهي ليفل الاير تيرمينال التايب اللي جواه، فبيديني فلتر اقوى. تمام، الاوبشن هل انت عايز البرودكت كلاس، عايز سيستم، عايز الفاميلي، اقدر اعمل تشيك اول تشيك نان زي ما انا عايز، فبيديني امكانيه مش موجوده في الريفت. طيب لو عملت سيلكت كده وقلت له 3 دي سيكشن بوكس، موجود هنا برضو نفس الامر سيلكشن بوكس، بس هنا بيديني اختيار اكتر وهو بيقول لي انت عايز انهي اعدادات، حاجه للبرامنج ولا حاجه للتولت روم، ولا بيديني الاعدادات اختار منها. وبعد كده عايز الاوست قد ايه، يعني يقدر ياخد مسافه اكبر شويه. تمام، اقول له مثلا متر من كل ناحيه. تمام اوكي، يروح فاتح لي في ال 3 دي بالشكل دوت. فدي بعض الخصائص، مجرد ايه الحاجات الرئيسيه اللي بتبقى موجوده لما اعمل سيلكت. اقدر اقول فايند اند ريبليس، يعمل لي بحث على العنصر واقدر ابدله بعنصر اخر، دي برضو من الحاجات اللي كويسه جدا. كريت سيميلر يبدا يديني ان انا اعمل كريت سيميلر باكثر من طريقه، لا اما فري يعني هعمل واحد بس، او هعمل اكتر من واحد، او سيلكت برودكت اختار منتج اخر. فبرضه ظريف، يعني هو بيعمل كانك مسطب ريفت بلس او مسطب مجموعه كبيره جدا من الادنس.